إذا ارتبطت المتعة مع أي هواية ممكن نحبها في حياتنا، فهذا الوقت تحديداً ممكن نحصل على نتائج مبهرة في النهاية. والرياضة أيضاً واحدة من هذه الجوانب التي لم تعد تلتزم بالطابع التقليدي. رياضة الزومبا تحديداً وزيادة الإقبال على هذه الرياضة في الفترة الأخيرة من الفتيات. اليوم راح نتعرف على تفاصيل هذه الرياضة مع الكابتن اللي منورتنا اليوم، كابتن مها جلال. كابتن منورة، تسلم النور بيكي وبالستاف وبالمشاهدين. جميل. بداية كابتن مها، من مشتركة إلى مدربة، أكيد بالضبط. كان في قصة طويلة صارت لين وصلت لهذه المرحلة. إيش ما في قصة؟ فحكينا وعيشينا معاك هذه القصة. قصتي بدأت أول حاجة من أنا صغيرة أحب الرياضة، كانت هواية بالنسبة لي. فدخلت لجيم إني أنا بنقص من وزني، وغير كده أغير روتين حياتي للأحسن. إنه أنا أحط هوايتي، أحط وقتي في شيء مفيد يفيدني أنا نفسياً وجسدياً. حلو. دخلت في الموضوع ده، دخلت كلاسات، بدأت في الأجهزة، بدأت في الماشين بصفة عامة، إن كان تمارين مقاومة، كارديو. شفت نفسي إني أنا حابة ده المجال، حابة ده الموضوع، حابة إني أنا أدخل في مجال الرياضة بالفتنس بصفة عامة. حلو. وبعدها صرت مدربة معتمدة في هذا المجال. طيب، يعني خلال هذه الرحلة بممارسة الرياضة إلى أنك بالنهاية تخليه مدخل عمل لك ومجال عمل لك، فإيش تغير في حياتك في هذه الفترة؟ إيش اللي ما تغير؟ تغيرت أشياء كثيرة في حياتي الحمد لله، للأحسن وللأفضل تغيرت. كان في البداية أول ما فكرت أني أنا أبغى أصير مدربة وأني أنا أدخل في مجال الفتنس، فكرت اني انا لازم احصل على شهادات معترف بها عشان اني انا اشتغل في ذا الموضوع. حلو. بس كان انا الاساس بالنسبه لي كان الزومبا، مع اني دخلت كلاسات كثير، اخذت كورسات في اشياء، بس كان انا اكثر شيء شفت نفسي فيه الزومبا. حنتكلم عن الزومبا، يعني واضح جدا انك مهتمه بهذه الرياضه كثير. ايش الجديد في هذه الرياضه اللي انتشر في السنوات الاخيره؟ يعني احنا اللي نعرف انهم يحطوا مدربات اغاني ويقعد يرقص عليها ويقولوا لنا انه هذه الرياضه نقص الوزن، وانا ماني مقتنعه بهذا الموضوع ابدا. انا حخليك تقتنعي. واضح. تعالي يوم احضري معايا اخليك تقتنعي بهذا الموضوع. لازم صراحه اجرب عشان اشوف بنفسي. ان شاء الله تجربي معايا. الزومبا في ناس يفكروها انه ايش ده، ما تنقص وزني، اني ايش حاجه ارقص وحنحف. لا، هذا لا. هو تفريغ للطاقات، يعني انا قلت تفريغ للطاقات، ولكن تفريغ للطاقات ما ينقص وزن. ينقص الوزن. اكبر دليل انا قدامك. يعني انا وزني نزل اكثر حاجه مع الزومبا. كم نزل تقريبا؟ نزل تقريبا 15 كيلو. واو، تمزحي مها. والله العظيم. من جد؟ 15 كيلو نزلت. كم سنة؟ في كم سنة؟ هو شوف، الوزن لما بينزل بيختلف من شخص لشخص. في ممكن واحدة تلاقيها منتظمة في الرياضة، منتظمة في أكلها، في حياتها. تلاقيها حتلاقي أكيد نتيجة، مستحيل إنها ما تلاقي نتيجة. فمع الوقت مع الممارسة حتلاقي نتيجة أكيد. يعني 80%. حلو. طب خلينا نتكلم عن نتائج للبنات تعبانين كثير عشان يوصلوا لها بالنهاية. يقولوا أيضا إذا مارست الرياضة بشكل صحيح ودائم بدون انقطاع حتحصل على النتيجة المرغوبة بالنهاية، فاشرحي لنا هذا الموضوع. أكيد. يعني أنت لما تنظمي يومك، لما تصحي الصباح تفطري فطور صحي، تروحي على عملك، وقتها مثلا إذا رجعتي أخذت سناك خفيف، بعدها رحتي على النادي، عملتي تمارين معينة. مو لازم انك انت تضغطي نفسك تدخلي في اليوم 4 3 5 6 كلاسات، هذا الموضوع غلط. ساعة واحدة تكفيكي في اليوم. قاعدين نشوف والله فيديو لك يحمس الموضوع، وحلو انكم كذا كلكم على نفس الرتم ونفس الرقصة ونفس كل شيء بتسووه مع بعض، شيء جميل، ما حمستيني صراحة. طب اختلاف الجانب الجسدي اليوم، إذا تكلمنا هل الزومبا ممكن تكون جوانب أخرى مثلا على نشاط الإنسان الذهني ولا لا؟ أكيد. هو رياضة الزومبا مو بس جسدي، نفسي كمان في نفس الوقت. يعني في كثير بيجوني متدربات في الكلاس بيكونوا نفسيتهم تعبانة، مشغولين، ضغط يوم دوام، تيجي على الكلاس تطلع ثانكيو غيرتي لنا نفسيتنا، فهذه انا تكفيني. صح. كمان انا بشوف الناس بتنزل وزنها ما شاء الله تبارك الله بطريقه صحيحه سليمه، بتطلع بتيجي مبسوطه، يعني بتيجي بتكون زعلانه بتطلع من الكلاس مبسوطه. فهذا كله بتعمله رياضه الزومبا. ايوه، هذا رياضه الزومبا. يعني في كثير للان للاسف بيشوف انه ايش الزومبا دي، الزومبا لا
مستحيل. انا لا بدخل كلاس هاي انتنسيتي كلاسز يكون كارديو يكون شيء متعب عشان انحف. لا هذا الموضوع هذا متعب وممتع في نفس الوقت لو تكلمنا عنه. طب هو ايش بالضبط الزومبا؟ يعني كم دقيقه لازم تكون متواصله ورا بعض؟ هو يكون ساعة. كيف ايش هو بالضبط؟ ايش الحركات هذه اللي بتدوها؟ ايش هذا رقص بالنسبه لي؟ هو رقص لاتيني. عدة رقصات مجتمعة مسمى زومبا زي السالسا، الرومبا، الميرينجا، الاريجاتون، حتى حتقولي ايش هالمسميات الغريبة. بس لما تدخلي في موضوع الزومبا تحسي انك انت تبي تعرفي ايش هذا، ايش ده، ايش ده. فلما انا تعمقت في ده الموضوع شفت كيف، شفت لا في انواع رقصات كثيرة. في ناس بيفكروا انه الرقص ده ما حينحفهم، بس هو بينحفهم، وغير كده انك انت بتعملي حاجة ممتعة. حاجة حلوة في نفس الوقت. وحلو لما كمان تمارسي هذه الرياضة على يخت في الهواء الطلق. أكيد. الله، يعني ايش تبي اكثر من كذا؟ نقطة ضعف البحر زي الفيديو اللي شايفينه، يعني انك تمارس رياضة الزومبا ومع الاجواء الجميلة كذا اقنعتيني، كذا ممكن اتمرن معاك يعني على البحر ولا اروع، لكن تقولي لي في استديو ومقفل ويلا مع بعض صعب بالنسبة لي. استني ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله تابعيني حتشوفي في مكان جديد حصور فيه له. حلو على البحر برضه؟ لا مو البحر، نغير. طب انا ايش رايك اعطيكي فكرة ونبدأها مشروع انا وانت وناخذ ارباح نص يلا بالنص؟ يلا انا معاكي. لا تدربي على البحر. على البحر ايش رايك؟ هو انا فكرت في ذا الموضوع وان شاء الله يعني ابغى اعمله، انه كنت في البداية بفكر ايفنت اني انا اعمله على البحر. بس للان الموضوع في راسه ان شاء الله حاعمله باذن الله. كمان سمعت مها انك بتسوي تحديات في كلاسات الزومبا، ايش قصه هذه التحديات عشان نحمس البنات هو اكثر؟ هو ما بيكون بس في الزومبا، بيكون تشالنج جروب متدربات كلاينت، بيكونوا تقريبا 10 او 11 او 12، بيتنافسوا بين بعض انه مين تنزل اكثر وزن او تنقص اكثر سعرات حراريه. بالزومبا؟ بالزومبا وبكلاسات تانية مو بس بالزومبا، يعني بيكون تمارين شوية قوية. هذا ممكن تحفيز يكون لهم عشان أكيد. ينزلوا لما يكون في تحدي كذا وإصرار بين البنات. تحدي يصير يتحدوا بعض مين تنزل أكثر. لا اليوم أنت خربت الدايت كوتش، ترى فلانة خربت الدايت، تعالي هنا تعالي يلا دحين نوريكي كيف التمرين حيكون اليوم. أصعب من طب في جوائز بتكون عشان أتحمس؟ أنا عني بعطي جوائز إن شاء الله. هو أنا وعدتهم قلت لهم دحين بس نخلص التشالنج الثاني ان شاء الله اللي حتنزل اكثر شيء لها هديه، حتى الباقيين حيكون لهم هدايا ان شاء الله. جميل جدا والله بتدرب معك كابتن، تحمس نوريني. الواحد انه كذا يسوي تحديات وينزل الوزن. طب هل في رياضات اخرى تكلمنا عنها اليوم انت كمان تدربيها غير الزومبا؟ ايوه عندي غير الزومبا، عندي انتي جرافيتي بس ما بيكون كارديو. هذه اللي احبها. ايوه تمارين يوغا هوائيه بتكون زي على الهامك. بتكون بتعملي ريلاكسيشن لجسمك، بتكون في حركات شويه انه بعضهم يحسوها صعبه انه بهلوانيه انا اسميها حقيقي، حركات زي اللي نشوفها في السيرك كذا يتسلقوا بحبل وينزلوا ويطلعوا كله بالحبل. بس بيكون ستيب باي ستيب، يعني ببدا معاهم خطوه خطوه، مو على طول ببدا في الحركات الصعبه، شويه شويه. حلو. طبعا لما بوريهم الحركه لازم اكون حوالينهم عشان اللي تكون خايفه، اللي تكون مثلا متوتره، عملت الحركه غلط، اضبط لها هي. مو منتشره كثير هذه الرياضه عندنا هنا صح؟ لا ابدا، حتى في اكثر النوادي النسائيه مو موجوده الا تلاقيها في نادي او ناديين، مو لانه مو موجودين متدربين او متدربات صح. مختصين في هذا المجال. بس حاليا ما شاء الله صار في كثير. يعني ما شاء الله صار الموضوع الانتي جرافيتي الزومبا، اول ما بدا الزومبا ما كان معروف، دحين ما شاء الله ما في احد ما يعرف ايش الزومبا الا فئه بسيطه قليله. ايش كمان عارفين؟ عندي كمان بودي اتاك. الله حلو. بيكون هاي انتنسيتي كلاسز، بيكون كارديو بس قوي بيكون. عندي كمان بوت كامب، تمارين في الجيش. اوه انت قويه ما بود بطلت يعني لا يغارك اني انا بس برقص مو بس ارقص مو بس ترقصي والله قويه ما صارت كانت رقص على البحر دحين في بوت كامب وبدي اتاك ليه احب انا الرياضه بصفه عامه بس اكثر شيء شفت نفسي في الزومبا يعني حتى عندي سبيننج برضه بيكون على البايك الدراجه الثابته بيكون برضه ميوزك اغاني بتمشي على البيت بيكون زي لما تبدا تعلي في النفس هذه بتحرق سعرات حراريه عاليه كتير جدا عالية. ما احبها برضو. طيب تقبل المدربات كابتن يعني تختلف اكيد جرعات التمرين احيانا من متدربه الى متدربه ثانيه، فهل تنصحي دائما بالتدرج او التغييرات؟ اكيد ستيب باي ستيب، كل حاجه يبدا شويه شويه، ما تبداي وانت مندفعه كل حاجه في نفس الوقت، الواحد يبدا نقطه نقطه درجه درجه.
زي لما يكون واحدة تكون مبتدئة دوبها في الرياضة، ما حقول لها على طول خشي مثلا سترونج باي زومبا. يعني سترونج باي زومبا بيكون هاي انتنسيتي كلاسز، ما بيكون دانس. اوكي. بيكون في السكوات بيربيز، بيكون تمارين قوية شوية. فما حقول لها انه تدخلي داي كلاس على طول، لا، ابدأي في الاجهزة، ابدأ انك انت تعملي كارديو خفيف، وشوية شوية بعدين ابدأ ايش ادخلي كلاسات. في نصهم يعني للأسف تلاقيها إذا دخلت كلاسات كثيرة حتنحف أكثر، هذا غلط. غلط. يعني تلاقيها دخلت 5 6 كلاسات في اليوم، لا، كده أنت بتجهد عضلاتك، بتتعبي نفسك. صحيح، ممكن ما توصل النتيجة المطلوبة أصلاً. بالنهاية فعلاً صادقة كابتن مها جلال، نورتينا اليوم في استديو ساعة شباب، نتمنى لك كل التوفيق. تسلمي. وأنا منتظرة كلاس الزومبا اللي على البحر إن شاء الله. بس ممكن أوكي. ممكن دقيقة بس واحدة. أيوة أكيد. أبى أقدم شكر لماما وبابا. أكيد مجهدهم أقوى تحية. شكرا على كل حاجة، الله يخليكم لي. وبأشكر أختي وأخويا وكل اللي وقفوا معايا وشجعوني، حتى المتدربين الكلاينت اللي بيحضروا معايا إنه حطوا ثقتهم فيا وبيجوا بيحضروا كلاساتي. شكرا لهم جميعا، شكرا ليكي، شكرا لجميع الستاف والمشاهدين. أكيد جميل جدا، شكرا لك مها. أكيد وأنا أقدم لهم أقوى تحية من لكم ومن ساعة شباب. وسمعونا أقوى زغروطة، ما أعرفش زغرت أنا اليوم. عموما نطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل.